العقوبات التي تنتظر الكرة الجزائرية بعد أزمة الأقمصة. وفق متخصصين، ورغم أن الحالة غير مسبوقة، فإن العقوبة في هذه الحالة قد تكون مالية أو توقيف فريق اتحاد العاصمة، وقد يصل الأمر إلى إنزال عقوبات على الاتحاد الجزائري. ومما قد يطال الاتحاد الجزائري إثر تدخل الحكومة الواضح والسافر في شؤونها وموافقتها على ذلك هو التجميد المؤقت أو الكلي لعضويته في الاتحاد الإفريقي، بعد هذا الإقحام الفج للسياسة في الكرة. من المؤكد أن ما قام به الاتحاد الجزائري وفريق اتحاد العاصمة من تصرفات مؤخراً في مباراتي الذهاب والإياب ضد نهضة بركان لن تمر دون عقوبة، بل عقوبات. فالأول قام بتوفير قمصان من ابتكاره ليلعب بها الفريق الضيف بدل القمصان المعتمدة رسمياً من طرف الكاف بغض النظر عن السبب، وهي سابقة في كرة القدم، وذلك بعد أن حجزتها السلطات الجزائرية بسبب خريطة المغرب. ورغم أن اتحاد العاصمة تعرض إلى العقوبات فعلاً بسبب هذا التصرف واحتسب منهزماً بثلاثة أهداف لصفر، إلا أن الاتحاد الجزائري الذي أكد رئيسه في ندوة صحافية أنه هو من قام بتوفير تلك الأقمصة، فلا زال لحد الآن لم تطله العقوبة بسبب حجز الأقمصة واستبدالها بأخرى غير مصادقة من طرف الفيفا.